السلام عليكم الجوار. المهم الاخوان، جبت لكم التصريح ديال المدرب توخيل قبل مباراه لا تكون عالميه ومباراه تكون صعبه بين اتلتيكو مدريد وقياده المدرب المخضرم والدفاعي سيميوني، وايضا مدرب توخيل قياده تشيلسي اللي فازوا مباراه الذهاب بهدف مقابل شيء الهدف ديال اللاعب الهداف الفرنسي جيرو. المهم الخوش، نجي اعطيكم اهم الاسئله اللي تسولوا عليهم ومختصر المفيد. السؤال الاول هو: هل فوجئت بمستوى دفاع اتلتيكو مدريد في مباراه الذهاب؟ حسنا، اعتقد ان كل نادي له خصائصه، انه دييغو سيميوني، واتلتيكو اصبح احد اقوى الفرق الفوز في اوروبا. هذه خصائصهم، فهم يعتمدون على الدفاع منضبط مشتهد منظم للغايه، وفي نفس الوقت لديهم جوده لا تصدق للهجوم بالنسبه لانها فرقه كامله ويجب ان تكون على درايه بكل شيء. انهم قادرون على الضغط العالي والدفاع المنخفض واللعب من اجل الاستحواذ، لكن في معظم المباريات يعتمدون على الدفاع مشتهد، فهذه هي سمه النادي وسمه المدرب ايضا. لا اعتقد ان نتيجة 1-0 اللي هي النتيجة اللي ربحوا بها الخوت في مباراة ذهاب تشيلسي، لا اعتقد ان نتيجة 1-0 تغير كثيرا في طريقة بداية المباراة. نعلم انه يمكن ان يتغير في غضون ثواني في كرة القدم، يمكن الهدف وحيد ان يغير كل شيء، قرار واحد من الحكم، قيم الحظ يمكن ان يغير الزخم والمباراة كاملة. ونحن بحاجة الى ان نكون على دراية بكل شيء، وعلينا ان نكون شديدي التركيز ومركزين للغاية، وعلينا ان نتكيف مع المواقف. شنو كتوقع او كيفاش يلعبوا؟ يعني ما هو توقعك اللاعب ديال سيميوني غدا؟ قال: بالنسبه لي اتوقع نفس الشيء كما هو الحال في بوخارست، يعني المباراه ديال الذهاب اللي ربحوا فيها تشيلسي، فقد عاد لهم تريبيير وخيمينيز وكاراسكو، الامر الذي يغير قليلا من هيكل واسلوب الهجوم. يعني كما عارفين كاراسكو تريبيير لاعبين مشاهدين على مستوى الهجوم، كيساعدوا الهجوم بشكل كبير، بحيث قال يمنحهم كاراسكو تريبيير حريه الهجوم ويورينتي ايضا متاح. لكن بشكل عام اتوقع نفس الشيء الذي لحد ما فريق يصعب اللعب ضده ويصعب العثور على المسافات خلف الخطوط الدفاعيه ديالهم، ومن الاكد انه هو من الصعب جدا خلق الفرص ضدهم، انه تحدي كبير بالنسبه لنا كما في مباراه الذهاب، لكن لعبنا مباراه رائعه هناك ونريد تكرار نفس الاداء حتى نتمكن من المضي قدما. نعلم مدى صعوبه الفوز على اتلتيكو، لكن هذه هي خطتنا. وفي السؤال الاخير ديال الصحافه قالت ليه: واش بعد هذه المباراه اتلتيكو مدريد واش تقدر تجرى لتفوز بالمسابقه ديال الشامبيونز ليغ؟ قال: يمكن لاي فريق في دور 16 ان يفوز بالمسابقه، وقد تبش ذلك في السنوات الاخيره، وهذه هي الطريقه التي نحترم بها المنافسه. كلام كبير من مدرب تشيلسي المدرب توخيل، يعني كملخص الهضره اللي قال هو انه تتوقع ان سيميوني يلعب نفس اللاعب اللي لعب به في مباراه الذهاب، وكيقول بلي كاراسكو تريبيير غادي يساعد الهجوم بشكل كبير. وايضا دو على النقطه دور 16 واش يقدروا يفوزوا بالمسابقه، قال لهم اي فرقه في دور 16 يمكن لها تفوز بالمسابقه، يعني كاع الفرق كبيره. وبالنسبه للاعب زياش واش يلعب غدا، من شفت الصحافه الانجليزيه وتكلم متوقع لقيت بان زياش ما غاديش يلعب غدا، لكن الخوش واحد الحدث عندي تيقول باللي يقدر يلعب. هادشي اللي كاين الخوش في التصريح ديال المدرب توخيل قبل المباراه. كما العاده ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالكم، كان معكم مروان وتهلاو لي فراسكم.